قال رب العزة في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الواضح من الآية الكريمة أن هناك مخلوقات كانت تستوطن الأرض قبل سيدنا آدم، وأن هذه المخلوقات كانت مفسدة ومسفكة للدماء، فهم الحن والبن والخن والمن والدن والسن الذين استوطنوا الأرض قبل الإنسان. ذكر العلامة ابن كثير في كتابه البداية والنهاية قال: خلقت الجن قبل آدم عليه السلام، وكان في الأرض قبلهم الحن والبن، فسلط رب العزة الجن عليهم فقتلوهم وأجلوهم عنها وبادوهم منها وسكنوها بعدها. فمن هم الحن والبن؟ هم خلق من خلق الله، ليسوا من البشر ولا من الجن، وخلقوا قبل الجن واستوطنوا الأرض قبل خلق آدم، فقتلوا بعضهم البعض وارتكبوا المعاصي وسفكوا الدماء وعصوا الله، فسلط رب العزة الجن عليهم فقتلوهم وشردوهم بعد أن قامت معركة كبيرة على الأرض بين الحن والبن من جهة والجن من جهة أخرى. انتهت المعركة بانتصار الجن على الحن والبن، ومنذ تلك اللحظة غابت هذه المخلوقات، ولا أحد يعرف هل تم إبادتهم نهائيا أم هربوا إلى مكان ما في هذا الكون. هناك من يعتقد أنهم يأجوج ومأجوج هربوا إلى جبال القوقاز بعد خسارة المعركة مع الجن، ثم ظهروا بعد نزول البشر للأرض وفتكوا بقبائل الإنس حتى جاء ذو القرنين وحجزهم خلف السد الذي بناه من الحديد والنحاس، ويخرجون آخر الزمان. وتأكيد من وجود مخلوقات قبل البشر حقيقة وجود هذه السلالة التي تم ذكرها لا تتعارض ما لم تكن تؤيد الرواية القرآنية بخصوص ظهور مخلوقات قبل، فحين أخبر الخالق ملائكته بأنني جاعل في الأرض خليفة، قالوا عن سابق تجربة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. واتفق المفسرين على أنهم لم يكونوا من الجن بدليل يسفك الدماء، فهل للجن دماء؟ يقول المؤرخ المسعودي: خلق رب العزة قبل آدم 28 أمة على هيئات مختلفة، وذكر منهم واحد ذوات أجنحة وكلامهم قرقعة، اثنان ما له أبدان كالأسد ورؤوس كالطير ولهم شعور وأذناب وكلامهم دوي، ثلاثة ما له وجهان واحد من أمامه والآخر من خلفه وأرجل كثيرة، أربع ما يشبه نصف الإنسان بيد ورجل وكلامهم مثل صياح الغرانيق، خمسة ما وجهه كالآدمي وظهره كاسلحفاء وفي رأسه قرن وكلامهم مثل عوي الكلاب، ستة ما له شعر أبيض وذيل كالبقر، سبعة ما له أنياب بارزة كالخناجير وأذان طويلة، وغيرهم الكثير ذكرهم المسعودي في كتابه تاريخ الأمم. لكن الله لم يخلق أجمل من الإنسان على وجه الأرض. كان العلماء يحتاجون لدليل مادي لوجود مخلوقات أشبه بالإنسان لها دماء، حتى تم اكتشاف العظام عام 1994 قرب إحدى البحيرات في إثيوبيا، تعود إلى 4 ملايين عام. وأيضا في شمال شرق سوريا اكتشفت بعثة يابانية 400 كهف قديم كانت تستخدمها هذه المخلوقات كمحطة مرور، إذ كانوا يتنقلون خلالها. وأظهرت الفحوصات أنها تم نحتها صناعيا من قبل مخلوقات شبيهة بالإنسان في طبقة صخور مشبعة بكربونات الكالسيوم في حدود 5 مليون عام، وأن سبب حفرها يعود إلى أغراض دفاعية وقتالية، حيث كانت هذه المخلوقات عنيفة وشرسة تتقاتل فيما بينها باستمرار، بل وكانت تأكل لحوم بعضها البعض. واستخدمت بعد ذلك الكهوف كقبور لإلقاء جثث القتلى والموتى بها، حيث كانوا لا يعرفون سنة دفن الموتى. أما عن طبيعة خلقهم
يقال أنها خلقت من العناصر الأربعة: التراب والماء والنار والريح، وهي 28 أمة، لأقوامها أشكال مختلفة، وهذه الأمم أتقت وتزاوجت، فأنتجت 120 أمة. ويروي المسعودي أيضا قصة ينسبها للهنود والفرس واليونان عن أن الجن كانوا 21 قبيلة، ثم بعد 5000 عام نصبوا على رأسهم ملكا اسمه شمائيل بن أرس، ثم تفرقوا تحت 5 ملوك، وأغار بعضهم على بعض، ووقعت بينهم حروب ودماء، فأرسل الله جيشا من الملائكة فحاربهم جميعا وهزمهم ودمر سطوتهم. وهنا نسأل: ما هم 6 مخلوقات التي سبقت وجود الإنس والجن على الأرض؟ هم البن والحن والخن والمن والدن والسن. 1. البن: بعد أن استقرت الأرض وبدأت الحياة تدب على وجه الأرض، وكان ذلك في الزمن المسمى بالعصر البروتوزوي، وهو الزمن الذي تم فيها أول خلق لخلية حية على وجه الأرض بحسب تقدير العلماء، أي منذ 2.5 مليار عام تم خلق البن، وهي أول كيان عاقل غير مكلف، وهي مخلوقات أقرب للمسوخ بدائية التكوين من أصل عضوي لا تتكاثر جنسيا بل ميتوزية من أصل الأرض، وذلك إما بقطع أجزاء منها أو بموتها من خلال تساقط خلاياها على الأرض وتكوين مخلوقات جديدة بنفس الهيئة. أما عن كيفية خلقها فهي تبدأ على شكل الدودة العظيمة التي تسرع في النمو حتى تصبح على شكل كائن نصف قائم، ثم تتحول لتشبه القرد المنتصب إلى حد ما لتهرم أو تشيخ وتموت بعد ذلك، وتختلط أجزاؤها بالأرض لتتحول إلى طين لازب تخرج منه أعداد أخرى، وهكذا تتكاثر الفصيلة. 2. الحن: كانت تجمع قاع تكوينها بين الطين اللازب ولحاء الأشجار، وكانت تنمو من قاع المياه المحملة بالطحالب، وأحيانا مختلطة بالنباتات الوعائية البرية الأحراش السرخسية التي ظهرت في العصر الباليوزي وفي فترات الكربونيفي روس بشقيها وفترة الديفونيون، وبمجرد أن تضع قدميها على الأرض كانت تتكاثر بسرعة رهيبة، وعند لمس المياه كانت تنمو جذورها لتكون مخلوقات مثلها أقوى منها، حتى أصبحت عبئا بسبب امتصاص المعادن من الأرض لتقوية جذعها الخشبي، وكأن إنها تكون لنفسها أطرافا تتحرك بها بدل الخشب اللحائي الذي تسير به، فصارت متفوقة على البن في كيانها الخشبي، فاشتد بطش الحن بالبن وصاروا يتغذون عليهم ويأخذون من كيانهم الطيني ليزدادوا قوة وبأسا وعددا، فهاجمت مخلوقات الحن مخلوقات البن أثناء تخيلقها، وصارت تتخذ من كيانها وعاء جديدا للتشكل ليبدأ تشكل مخلوق جديد اسمه الخن. 3. الخن: خلقت من الطين واللحاء وصارت تتغذى على المخلوقات البحرية حتى صارت أجزاؤها تحتوي على مادة البروتين، وهي التي ساعدتها على تكوين ما يشبه الغلاف الحيواني الأول، إذ اجتمع في تكوينها 3 عناصر وهي الطين واللحاء والبروتين، استمدتها من الكائنات العضوية الحية التي كانت تفترسها في العصر الباليوزي وبداية الميسورين، فأصبحت أقوى من البن والحن ودخلت في صراع مع مخلوقات الحن حتى قضت عليها تماما، ثم هجمت على ما تبقى من المين. 4. المين: تكونت من البن الذي اختفى في الكهوف خوفا من بطش الحن، لكنها مخلوقات أضعف من سابقتيها الخن والحن على الرغم من ضخامتها، وكانت لا تملك أعين لكنها تكيفت مع بيئتها المظلمة، فصارت لها القدرة على التحرك بسهولة في الأماكن الشديدة الظلام، معتمدة على مجسات متحركة في وجهها تتحسبها طريقها، وكانت مخلوقات المين قادرة على التكاثر من خلال الانقسام الميتوزة مثل البنو، أو من خلال التزاوج مع المخلوقات الأخرى عن طريق التلقيح الخارجي، لكنه اختفى وتطور إلى أنواع أخرى وهي الدين.
5. الدين بمثابة مخلوقات انتقالية جاءت من المين وتطورت، أصبحت تمشي على أربع وتعتبر أولى المخلوقات الروحية التي امتلكت عقلا لكنها غير مكلفة وتطورت لعدة مخلوقات أخرى في البحر والجو والأرض. 6. السن مخلوقات كتب عنها علماء الأحياء القديمة بأنها أجداد الإنسان الأولى، حيث خلق منفصلا عن سابقيه وخلال خلق السن قبل خلق الجن، ولما انتشر سفك الدماء بعث له الجن وحاربهم وطردهم من الأرض، واستوطن الجن تلك الأرض قبل خلق آدم.